جهيمان العتيبي. هذا الوجه الذي لطخ ذاكرة المسلمين في أكثر أماكن العبادة قداسة كان من بين المتأثرين بالسلفية السرورية. حاول جهيمان نهاية السبعينات أن يقتحم الحرم النبوي بعد أن أقنع جماعته بأن صهره محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي المنتظر، وأن على الناس مبايعته في الحرم. لم تثن قداسة المكان جهيمان وجماعته عن خوض معركتهم مع الأمن السعودي، واستمر القتال داخل الحرم لأربعة عشر يوماً انتهى بحصارهم والقبض عليهم، وخلفت هذه المغامرة السلفية 17 جريحاً من الأمن والمصلين وثمانية وعشرين قتيلاً من الجماعة، وفيما بعد أعدم العشرات منهم في الساحات العامة، وكان جهيمان من بين الذين تم إعدامهم.